خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله فأإله مع الله قليلا مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر حاجزا أإله مع الله بل أثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعوا يشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزق من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين فروا إذا اقتراب وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا إلا ساضي الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقوم هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدور وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض كلمهم أن الناس كانوا بآيات لا يوقنون ويوم نشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآيات فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قل كذبتم بآياتي ولم تخيضوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور فوزع من في السماوات ما في الأرض إلا الله ويوم يخبص فوزع من في السماء في الأرض إلا من شاء الله وكلنا داخل وترى الجبال تحسب وجنتة وهي تمر مر السحاب صنع الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون إن الله خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة وكبت وجوههم في النار هل تجزون إلى ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرم ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله ليس يريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ورنا فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضي عني فإذا خفت عني فألقي في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادت إليك وجعله من المرسلين فتقطبه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولولا لا تقتله عسى أن ينفعنا نتخذ ولدا وهم لا يشعرون
فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا قلب لتكون من المؤمنين. وقالت أختي قصي فبشرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع من قبل وقالت سل أتلكم على أهل بيتي يغفر له وأولها ناسكون. وردتنا إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن لتعلم أن وعد الله حق ولكن أثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتين حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة حين غفلة من أهله فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاث الذي من شيعته عن الذي من عدوه فمكث موسى فقضى عليه. ولهذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ورب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهر المجرمين. فأسمع بالمدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنشر بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبدش بالذي عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أعشى المدينة يسعى قال يا موسى إنما لا يأتبن بك ليقتلك فاخرج إني لكم من الناصحين. فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقى أمتين قل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورأى ما أمتين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبهما قالتا لا نسقي حتى يسر رعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص على القصص قال تخف نجلت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج. فإذ أمنت عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيام الأجر قضيت فلا عدوان والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النجل لعلكم تصلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهان من رب إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إن قضعت منه نفسا فأخوا أن يقتلون. وأخي هارون وسعوا من لسانا فرسل معي يريد أن يصدقني إني أخاف يكذب. قال شنشنت عضوذك بأخيك ونجعلكما سلطانا فلا يصل إليكم آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآيات بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ومن سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكن له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا ملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على طين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو جنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذنا وجنوده فنبذنا في اليم فانظر كيف كان عقب الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون. فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ثاغيا في أهل متى تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ ناتينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ربنا لولا أرسل لنا رسولا فنتبع آيات ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أنتم إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا جئنا عليهم قالوا آمنا به إن الحق من ربنا إنا كنا مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا يترون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتهي الجاهلين إنك لا تهدي الأحباب وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطلت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدنا وعدا حسنا فألاقيك من متاع متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم القيامة ويوم يأتي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنبياء فهم لا يسألون فعميت عليهم الأنبياء يومئذ وهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كلهم الخير سبحانه وتعالى عما يشركون وربك يعلم تكن صدرهم ما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخر وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمة إلى يوم القيامة من إله غير يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمة يوم القيامة من إله غير يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقل هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مبغاه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله
وقد أهلك من قبل من القرى من هو أشد قوة ولا يسأل عن جماعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فاخرج لكم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقوها إلا الصابر فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرون ما كان من المنتصر وأسبق الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله صدرك لما شاء من ويقدر لولا أن من الظالمين لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة وليجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك لا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات البعث إذ أنزل إليك وإلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئات ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وبشرنا الإنسان بوالده حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به فلا تضيئهما إلا يمرجهم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ألا ليس الله بأعلم بما يسر للعالمين وليعلمن الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقال وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلك وخير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله يملكون لكم رزقا فابتغوا عند ربك واعبدوا إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبل وما على الرسول إلى البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأوا الخلق ثم الله أشهد الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويهلك كل من وما أنتم بموسين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات ولقائه أولئك سمي رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا وحرقوا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الأوثان مبتة بين في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم نار وما لكم من ناصر فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم وهب له إسحاق ويعقوب وجعل في ذرية النبوة والكتاب وآتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة خلقنا من الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتأتون السبيل وتأتون في ناتكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين
ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولئن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق ذرعا وقالوا لا تخف ولا تهزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رزقا من السماء بما كانوا يستقون وتركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين قوم شعيبا ولا يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأثوا في الأرض مفسدين فكذبوا وأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا أو إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يطعن من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نظر للناس وما يعقلها إلا العالم خلق الله السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.